ليزيكيب الزول ولا النزول، مرحبا بكم في موسم جديد في كور دي زد. هاد العام يوتيوب تاع كور دي زد راح يكون غني وثري اكثر من العوام اللي فاتوا. على بالي بلي العوام اللي فاتوا درنا البوز ودخلنا التوندونس مشاهدات رهيبه وحرقنا لي شيفر والحمد لله، ولكن هاد العام راح نحاول ان شاء الله تعالى انه كور دي زد راح تكون اكثر جوده واكثر اتقان واكثر احترام للمواعيد والاوقات. لازم لي فيديو يجوا في الوقت، واكثر تشعبا، لازم يولي عندها رجلين كيما تاع الاخطبوط، عنده بزاف رجلين اخي شتوه. هذا العام باذن الله ترمينال راح يكونوا كل المواد باذن الله، وراح نجيب لكم نخبه من الاساتذه رائعه طبيعه الحال. اساتذه اللي تعرفوها السنوات الماضيه حيكونوا معاكم، وراح يكونوا نسيو نغطوا المواد اللي ما كناش نديروهم، جبنا لهم اساتذه رائعين ان شاء الله من مدرسه كور دي زد. الادب العربي راح نعاود ننطلق معاكم، راح كاين بعض الدروس اللي يعني راضي عليهم تاع العام اللي فات راح نخليهم، وكاين بعض الدروس اللي عندي اشياء جديده نمدها راح نعاودها ان شاء الله. انتظرونا عن قريب في قناه كور دي زد في اليوتيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم طلباتنا الكرام، طلباتنا الأعزاء، معكم الأستاذ عفيف، أستاذ في التعليم الثانوي وأستاذ في دروس الدعم في العديد من المدارس. بإذن المولى عز وجل راني رايح نكون مع طاقم مدرسة كور دي زد على منصة اليوتيوب، نقدم دروس في مادة الفلسفة، وحتى النهاية من الآخر من الأخر باللغة العربية تاع الفرنسي بالدرجة باش تفهمني، نوقف مع خاوتي وخياتي للدقيقة التالية بإذن المولى عز وجل. نبدأ من الدار جديد، نبدأ من الجانب المنهجي، الجانب المعرفي، الجانب التطبيقي، دروس نظرية، أعمال تطبيقية. يحضرني الآن واحد الحديث، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. احنا بإذن المولى عز وجل نكون بإذن الله من علم ينتفع به. نسي نعاون خاوتي بخياتي للدقيقة التالية، أدعينا بالخير ودير لي كومنتار ودير لي جادور وفرطاجي ماكسيموم. ربي يوفق خاوتي، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم الأستاذ أنس بكيري في مادة الرياضيات كيما قاع تعرفوا. راح نكون إن شاء الله في اليوتيوب مع قناة كور دي زد طيلة الموسم الدراسي هذا إن شاء الله، جميع المستويات من الثانوي إن شاء الله إلى الجامعي. هذا الموسم باك 2022، بارطاجي صاحب طاقي باش تعم الفايدة إن شاء الله ونكونوا بقوة. يعطيكم الصحة، السلام عليكم. السلام عليكم ليكيب خوتي صحاب باك 2022، خوتي معكم الأستاذ بالخير محمد لامي إن شاء الله، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا ليكيب. بإذن الله تعالى عندكم لاشونس إن شاء الله، راكم رايحين تقراو معنا مادة التاريخ والجغرافيا، مصطلحات شخصية، تواريخ، أسئلة تاع مقال مباشرة غير مباشرة، مقدمة، خاتمة، منهجية الإجابة، منهجية التعليق على الجداول، والمهم والأهم بطريقة بسيطة، طريقة سريعة، أقل جهد، أقل كيما نقولوا حنا وقت باش نتفرغوا لي ماتير الآخرين. خوتي بإذن الله أنا رايحين نكونوا معكم في لاشين يوتيوب قناة كور دي زد بإذن الله. دي سيدينا باك 2022 إن شاء الله نشبعوكم خوتي فيديوهات الفائدة بإذن الله تعالى مضمونة، أي إنسان يقدر يستفاد، أستاذ تلميذ أي إنسان إن شاء الله. ألور خوتي انتظرون عن قريب في قناة كور دي زد باك 2022، بالتوفيق والسلام خوتي. السلام عليكم، معكم الاستاذ منير شبوا، استاذ اللغه الفرنسيه في كور دي زد. الوغ هذا العام ان شاء الله راح نكون معكم ثاني في اليوتيوب كما عودناكم شاكاني. باذن الله راح تكون قفزه في النوعيه تاع الدروس، المحتوى اللي راح نقدموه في لاشين تاع كور دي زد. ثاني راح نديروا برنامج باذن الله نكملوه، نبداو بالبروجي 1 حتى للبروجي 3 ان شاء الله، راح نكملوه دو ا زد، راح نطلع عليه حتى معلومه ان شاء الله. ثاني راح نديروا الى كتب ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندخلوا في الدروس تاع سنه اولى ثانوي وسنه ثانيه ثانوي باذن الله. دونك فوالا هذا هو جديد اللي راح يكون في اليوتيوب باذن الله. ما الناس رايحين نخيبوكم هذا العام ان شاء الله كما كل عام، وربي يوفق ان شاء الله ودعاوي الخير برك هذا ما كان. السلام عليكم، اتري بيانتو ان شاء الله.
مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم استاذه ريما، استاذه اللغه الاسبانيه. هاد العام تاني نتلاقاو في لاشين يوتيوب تاع كور دي زاد بور دي كور تاع اسبانيول. مانيش راح نخليكم نبداو من شهر الاول حتى شهر الاخر، نقعد معكم حتى لا ديرنيير مينوت، نديرو اليد في اليد باش نتوما تنجحوا وانايا جو في با فو ليسي. بون كوراج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم بخير. معكم الأستاذ حسن أحمد الشوقي، أستاذ اللغة الألمانية. كما العام اللي فات إن شاء الله كنا مع قناة كور دي زاد، استناو هذا العام ثاني الدروس كامل بإذن الله راح نديروهم فلاشان تاع كور دي زاد في اليوتيوب. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي الأعزاء، مرحبا بكم. معكم الأستاذ بقباقي رباح، أستاذ مادتي المحاسبة الاقتصاد والقانون. هذا العام إن شاء الله راح تكون حصص وفيديوهات على قناة كور دي زاد، راح تكون حصتي في الأسبوع أو ثلاث حصص على حساب الوقت تاعي، وما راح كما نقولوا نخليكم غير كملت معكم. ككل عام راح نوقف معكم إلى آخر لحظة. الحصة هذو راح يوافقوا تدرجات البرنامج الجديد اللي هو 2021-2022، بمعنى فيديوهات جديدة راح نعطيكم لوب البرنامج. الفيديوهات هادو راح يكونوا من الصفر في مادتي الاقتصاد مع في القانون. في البرنامج كله راح نشملو ونزيد لكم مراجعة شاملة عبر تمارين بالحل، ان شاء الله راح نحلوهم على قناة كور دي زاد. كونوا في الموعد خوتي، بارطاجيو ماكسيموم، وهذا العام ان شاء الله نخدموا على العلامة الكاملة ككل عام. وبإذن الله المحاسبة تقراها، انا نقول لك بلا مزيتك، بلا ما تتعب، بلا ما تفرصي روحك، حتقرا كونطابيليتي. السلام عليكم.